الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بكم جميعا، وفي مقدميتكم راعي هذا الحفل سعادة محافظ صلاة عبيدة، وفقه الله وأصحاب الفضيلة، رؤساء الجمعيات الخيرية، وأصحاب السعادة رؤساء الدوائر الحكومية، وأصحاب السعادة رجال الأعمال. وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أسوق عليكم وفقني الله وإياكم ذكرى لنفسي وللحاضرين السامعين. بعد يوم كان مقداره 50,000 سنة، ها هم أصحاب الجنة يقفون أمام الباب، أمام أبواب الجنة، ينتظرون أن تفتح لهم. يقول عليه الصلاة والسلام: أتى باب الجنة يوم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. فتفتح الأبواب الثمانية، فيتقدم نبينا صلى الله عليه وسلم ليكون أول الداخلين، فإذا بامرأة تزاحمه في الدخول عند باب الجنة. فمن هي تلك المرأة يا ترى؟ قال صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يفتح له باب الجنة، إلا أنه تأتي امرأة تبادرني فأقول لها: مالك ومن أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي. فلا إله إلا الله، هنيئا لها باهتمامها بأيتامها. لقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بمراعاة مشاعر اليتيم اللطيفة، فقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من حقوق الفئة الضعيفة، فقال: اللهم إني، يقولها صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، حق اليتيم وحق المرأة. ولذلك كانت عناية السلف بالأيتام من عجائب الأمور، فقدموهم على أنفسهم لما يرجون عند الله من الأجور. قالت مولاه لداود الطائي: يا داود، لو طبخت لك دسما. قال: فافعلي. فطبخت له شحما، ثم جاءت به فقال لها: ما فعل أيتام بني فلان؟ قالت: على حالهم. قال: اذهبي به إليهم. قالت: فديتك، أنت لم تأكل أدما منذ كذا وكذا. فقال: إني إذا أكلته كان في الحش، يعني في الخلاء، وإذا أكله الأيتام كان عند الله مذخورا. كفالة اليتيم أيها الكرام والعطف عليه هي الدواء الأعظم لقسوة القلوب. فقد جاء رجل يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. إذا كان تحت كفالتك يتيما فمعك عظيم من العظماء، فمن الأيتام الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري، ومن الأنبياء عيسى ابن مريم عليه السلام. وأعظم الأيتام هو نبي الأمة وقائدها وإمامها صلى الله عليه وسلم، الذي نشأ يتيما وكان يتمه تشريفا لكل يتيم. فيا كافل اليتيم، كم لك من ثواب وفضيلة وأجر على ما كان من إحسان وتربية وصبر، فتدخل الجنة مع أول الداخلين، ويكون مجلسك بجوار سيد المرسلين
كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. قال ابن بطال: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وله منزلة في الآخرة أفضل من ذلك. أكرر أيها الكرام شكري وتقديري في ختام كلمتي هذه لراعي هذا الحفل المبارك سعادة محافظ صلاة عبيدة وفقه الله، ولأصحاب الفضيلة رؤساء الجمعيات الخيرية، وأصحاب السعادة رؤساء الدوائر الحكومية، وأصحاب السعادة رجال الأعمال. وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ لنا أمننا، ويحفظ لنا ولاة أمرنا من كل سوء ومكروه. واسمحوني في الإطالة، وأنا أعرف أن في هذا المقام من أهل هذا المركز من هو أولى بهذه الكلمة، لكن قدموني وقدروني فجزاهم الله عني خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.